أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى. بحلول كل صباح يشغل الطيب آلته لشحذ السكاكين. إسكافي بمنطقة وادي السبت شمال سطيف حول نشاطه من مصلح أحذية إلى سنان السكاكين لتزايد طلب سكان المنطقة في هذه الفترة. الواحد يجي يقصدون الصباح نضيو لهم المواس نسترزقوا بالحلال إن شاء الله. نبلغ الشاقورة كما هذيك هاي ليك هذه هكذا عباك متعبة شوية 10,000 هذا هكذا 5,000 يسمى الريتريقل كما هذا هكذا 25,100 هذو الصغار نديرهم 25,100 يسمى زوج ب 5,000 يسمى ما يطلبوش الخدمة بزاف. لا يكتفي الطيب بتعقيم سكاكين الزبائن قبل وبعد سنها خوفا من احتمال نقل عدوى فيروس كورونا، بل يحث زبائنه على عدم إعارة هذه الأدوات يوم النحر. لا شان يبعدوا شوية ماشي كاي اللي يحطوا يروح كاي اللي يقعدوا يستناو وشوية يجيوا بعيد على بعضهم كما راك تشوف دوكا وحط الماس وراح هاو جا واحد مضى راح الكليو يجي متهني سوى الداخل ولا على برا تدخل الداخل تلقى الجال والجفال البرا هاو الجال مكاش إشكال مرة. شحذ السكاكين نشاط ظرفي يزدهر مع اقتراب كل عيد أضحى، ولأن العيد هذه المرة سيكون استثنائيا وجب التقيد بشروط السلامة الصحية حفاظا على الصحة العمومية.